ولول مستر سلمون، مستر سلم، أتحداك تكمل بدون ما تستعمل أي شيء مصنوع من الخشب. فيلا بخليك تتعدى برذر. هو ما ينفعش ألمسه برا، طيب أنا ما ينفعش ألمس الخشب، طيب بما في ذلك الليفز فلو مستاح حرفيا أموت. طيب لعبي قد أعمل إيه؟ في البداية أنا ما كنتش مستوعب اللي بيحصل، you know لما أي لاعب ماينكرافت يدخل يختم اللعبة عنده طريقة من اثنين، لما يروح يجمع خشب ويعمل أدوات بعده يطلع حجر، أو يروح ينهب أي قرية زي ما عمل أخونا ستيف في المقطع اللي راح. يا أخي قاعد تسوي دعاية المقطع كلفات عادي فيها إيه؟ يا عمي ركز في فكرة فيديوك الجاي. أنت مالك يا عمي، صور وأنت ساكت. روح انقل ركس، رجع خد الكاميرا، والله ما ينفع ركس. المشكلة ما اقدرش اشويها عشان ما ينفعش اعمل فرن، عشان ما اقدرش اجمع خشب، ولا اقدر اعمل كرافتن تيبل، ولا اقدر اعمل صندوق، ولا اقدر اعمل اي حاجة حرفيا. اوه جرافل، بس ده المطلوب. اوه ماي جاد، بيعطيني هانجر. نسيت ان الدجاج الناي بيعملها هانجر. مشكلة حتى لو لقيت مثلا صندوق معين او حاجة مش هينفع افتح الصندوق، عشان الصندوق مصنوع من الخشب وانا ما ينفعش المس اي حاجة مصنوعة من الخشب. لو لاحظتم في كلام فليكس، اي حاجة مصنوعة من الخشب، يعني الخشب نفسه وكمان الحاجات اللي مصنوعة منه، يعني حتى التولز. وما انا هات التنين بايه؟ بايدي؟ فكرتك زهري. نايس. المصوب برضو مش لازمة، بس على فكرة لو انا لقيت فرن ينفع استعمله لسبب، الفرن نفسه ستون فينفع استعمله، اما ما ينفعش انا اللي اصنعه عشان اضطر استعمل كرافتن تيبل اللي مصنوع من الخشب. بيزود واحدة بس؟ لا، اللي القرب يجي. لا، معيش حاجه دافع بيها عن نفسي. المشكله لو جيت الموبز بتاع اول يوم صعبه جدا. اوه ماي جاد يا عم، التحدي صعب. لو معي اكس كان وادن شوت حرفيا. طب تلاتة، هموت هموت. اوه ماي، اوف يا عم، لازم اركز شويه. ما اقدرش اعمل حاجه غير انا افضل هنا الليل كله. نو لا، انا حمار. لا لا، دمشت جدا، هضيع قرية. استخبى بس ببيت، استخبى ببيت ده انا عايز استخبى ببيت. خذوني، هلب قرية. او ماي جاد، استنى الصبح هنا، انا ما فيه. نفسي افتح. نايس. او ماي جاد، خير الصندوق قدامك مش عارف تفتحه. لا يا عمي، الصناديق كتير. وفين الايرون جولم بتاع القريه دي؟ الايرون جولم يا عمي، اتنين ايرون جولم. اشت انا حمار. اوكي انا ذكي. ايرون جولم، استنى 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 استنى, استنى. انا نقول متقتلوش. تعال وراي، تعال بطل، انت اللي تنقذنا. تعال، اول مره اكون متحمس عشان كريبر. ليتس جو. تعال، قربت. شاطر. انا حمار. او ماي جاد يا حمار، برضه ما كسرهاش، ما كسرش الصندوق. لا يا عم حمار. واتساب ايرم جولم، تساب برو، تساب. ليتس جو. اوكي تعال استنى، ادخل له. لا انا اللي ادخل لك، مش انت اللي طلعت. نايس، ليتس جو. طبيعي بطاطس، انت بتشتري بس مش بتبيع. عايزين نتاجر مع القرايين دول، بس مش عارف ازاي، عشان كان نفسي مثلا استاجر معاهم بالاستيكات، لكن ما ينفعش اجمع خشب. انا ما ينفعش اقتل الارنجولم ده. استنوا خلاص، بعيد يعني مرك. خلاص ماشي، من امه فايده. Let's go. Die. داي ليتس جو. موت. يلا ام جولم بطيخ.
انا حمار. عم روح البار هناك، البار هناك، البار هناك. هنا المار بتاعتي صح؟ قولي هنا المار بتاعتي، هذا الجروفل ده عشان نحتاجه. هنا هنا هنا. نايس 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 نايس. اوكي حد يشوف لي ترزبنت ازاي في القرية. لان المس السرير فانا كده خسرت التحدي. لكن للاسف احيانا بنعمل حاجات بنبقى مش عايزين نعملها، بس انا عايز اعملها. بس اتس اوكي يعني اني واي. اوكي فين انا؟ نقول بالتاني انا وسط اتنين تمام، مستحيل حد يقتلني. انا وسط اتنين، انا وسط اتنين جامدين. ياي يا لا انا مقولم، انا مقولم، انا مقولم. يا حبيبي يسلم. تا 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 اوكي. او ماي جاد ما جبت له. استنى ليتس جو، ما رحتش لحمتها على الفاضي. موتك باللحم. لا يا عمي لازم اخر ثانيه يموت ني عمي القرف ده. كريبر ليتس جو. سو ليتس جو. اوكي اول حاجه ارمي اي حاجه خشبيه. انا استفدت الصندوق كان فيه 8 تفاح بس ده اللي استفدته. كم جد خلصنا على بيت الكراويين. او ماي جاد انا بالطريقه دي هخلص على بيت الكراويين من غير ما استفاد اي حاجه. وارمي الورقه دي، ارمي البتاع دي. ايه خد 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 خد. نايس 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 نايس. عشت يا لهوي يا عم، انا دمرت القريه وفي الاخر لسه برضه ما كسرتش الصندوق ده. يا لهوي عشر مجولم. انا السبب في دمير القريه بس اتس اوكي عاش برضه. اوه المارد مارد مارد مارد. وعلى مستر سولوم ياخد المارد بتاعته لازم تشوف اول تعليق واللي في قناتي التانيه اللي بعمل فيها محتوى قوي وهبدا انزل فيها كتير الفتره الجايه. فيلا كمل. اوكي هلش ومشي. اوكي هنكمل يا عمي بقى خلاص. استنى احمي زومبي. يا تتحيدوا كله عشان احمي زومبي. او ماي جاد او ماي جاد السرير انكسر. لا السرير ايه مش بيتكسر خالص. نو واي 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 نو واي. برو برو بالله عليك اموت اموت. او ماي جاد هروب بعد الوقت ده كله. بس ده اللي اقدر اعمله حاليا. انا افضل مستني عشان الشمع. حتى الشمعتين دول ما ينفعش يكونوا معايا. ما اعرفش تبقوا معايا قد ايه. عدوها يا جماعه انت شمعتين يعني. او ماي جاد انا خسرت. صح اني لا